وهجوم مسجل خمسة. لعبت من هناك لغزالة في الوسط سادو فتح الله الطاهر يتقدم يخرج بالكرة فتح الله الطاهر إلى طويلة نعيد بالخير وصل بالكرة على أقصى اليمين على الأرضية والتغطية الدفاعية حاضرة تستجل مصاتم الأربعاء نهيد الشعراوي يضيع الكرة تستجل الأربعي في الوسط وصلت لمرسلي يطلب إيسو وسط كرة إيسو يحاول فبركة الأجواء إيسو يتقدم إيسو إلى بسلالي فريوي إصابة خطيرة لمصعد الطاهر يحاول روى وتسديدة جول 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 واتركوني أقول جمهور كبير في رأسه قاعدة كائن اثنين المولودية والوالدة يا 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 السوبر سامي يحرك شباك من الأربعاء ويعطي الأسبقية لمصلحة المولودية ويقسم على الهدف الرابع له في الدوري بعد مرور 10 جولات. يا سلام على اللعبة من فتح الله الطاهر ويا سلام على التمريرة ويا سلام على الجول. هكذا يكرم العميد أمل الأربعاء بعد مرور 33 دقيقة منذ انطلاق النزال الكروي الأول أو الجلسة الكروية الأولى أو الشوط الأول سميه كما تشاء سي كيف كيف المفيدة المولودية متقدمة على أمل الأربعاء بـ1-0.